تكنيك فنون قتاليه مختلطه امامي حتى التكنيك اللي هو الخصم راح يمكن ركله فراهم كيك على الفخر لوكيك. انا بنفس الوقت راح ادافع ضد اللوكيك وبنفس الوقت راح انكم الخصم على وجهه ومن ثم استخدم اسقاط باستخدام السويب سويب حركه سويب ومن ثم انزل عليه لكمه او لكمار ومن ثم احول الى اخطاء اخطاء الرجل اللي هو ستريت لوك ستريت لوك سبميشن. راح نطبق الحركه اوس اوس الخصم راح يركن راوند كيك على الفخر. انا ايش راح اسوي؟ راح ادافع استخدمت لكمه على الوجه اوكي ومن ثم مسكت رجله باليد رفعت اتقدمت بهذا الرجل هنا هنا راح استخدم سويب صرت فوق الخصم بهالوضعيه على اوكي وجه اقدر استخدم الرجل باه لكن على وجه الخصم من ثم ادخل ستريب لوك ستريب لوك حركه اخضاعيه مؤثره تستخدم بالفنون القتاليه المختلطه والجيوش البرازيليه. راح نعيد التكنيك بصوره اسرع لكمه